سامي، خلينا نسمعك انت على الماتش بصفه عامه، خالد دخل شوي في التفاصيل طبعا جيوهم اكثر، اعطيني انت بصفه عامه وكيفاش تشوف ماتش غد. الناس الكل يعني تعرف لي غد ليسبيرونس فافوري معناتها سور معناتها سور بابي معناتها ليسبيرونس بالافكتيف بالريزلتا بكل شيء يعني فافوري. انا مره باش نعطيك باش نقرب لك شويه اكزامبل، مره سالت واحد على الوقت قلت له بربي قد الوقت، قال لي يما ثلاثه هي الخمسه، عرفته مهبول شوي، قلت يما ثلاثه الخمسه بعيد بعض شيء على بعضه. هو سيتا ماتش فوق غدوة، علاش ماتش فوق؟ خاطر حتى حد ما ينجم يعطي الريزلتا غدوة قبل هذا في الاحوال العاديه، لكن في الاحوال العاديه قبل كلامك متناقض. تحكي قبل كنا قبل كنا نلعبوا مع كلوب افريكان، اتنجي قبل كنا نلعبوا مع كلوب افريكان، لا كي نحكي نقول شكون باش يربح. اما مش حكي معك توا شنور الريزلتا نتاع الماتش. انت ذابح مضمنه معناها نقولوا شنو نقول؟ 80% نقولوا مضمن. تحكي مش كنت كنت تاع معناها. لا انا تو مش لا سامي سامي عاشق خليني نكمل الفكره نتاعي. الماتش غدوه سير سير لو بابي 80% 90% باش يقول لك الريزلتا ماشي الاسبيرونس. هذا هو الناس الكل مقتنعه به بالافكتيف اللي موجود بالملاعبيه اللي موجوده بالكلوب افريكان جوهرات صغار. بالمشاكل تاع الكلوب افريكان راي ليسبيرونس خذ، مانيش نقول في التاريخ مفتوحه ترى الديربي نعرفوه احنا شنو ينجم يصير في الدورمون، اما هاني باش نقول لك النتيجه ما تنجمش غدوه تقيمها وما تنجمش تعرف قداش النتيجه. تنجم غدوه الكلوب افريكان تشد لك الديفونس كما قال لك خالد وينجم يصبر لك وينجم يغدرك في بونتو وينجم يمركي لك، ينجم يصبر لك حتى 90 دقيقه ماركلش، لكن في صوره ما ليسبيرونس ماركيت. ماركيت ليسبيرونس ماركت لك البونتو ولا ماركت لك البونتو بكري مثلا، كان ماركت لك البونتو بكري ليسبيرونس بار اوبليغاسيون تكمل تلعب بالسيستيم تاعك 4 5 1 وتشد ديفونس والا باش تطلع تمركي. بل الكلوب افريكان اذا كان ماركت ليسبيرونس الكلوب تطلع تعاود ترجع، اذا كان ماركت الكلوب افريكان ليسبيرونس تعاود تطلع ترجع. تو كيفاش؟ غدو الفوارق بعيده برشا تكتيكمون حتى حد ما ينجم يفهمها. هل انه لونترونور باش يكمل باش يطلع باش يشد الديفونس باش يقبل بونتو، خاطر احنا نعملوا بلان ا وبلان بي وبلان سي في الكوره، فهمت ولا نجيو نعملوا بلان ا ونقولوا نلعبوا ديفونس اذا كمل كنا باش نطلعوا نعدلوا على رواحنا. في فرق بعيده برشا تقصد معناها الكلوب باش تاكل تحب تاكل اقل ولا مش تلوج على ربح معناها. ما نجموش نعرفوا البونتو تختش تماركا كيفاش باش تماركا دور المهم تاع ماتش سي تا ماتش فو اللي يفهم في الكوره يقول لك غدوه. لا 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 مش ما فهمتنيش خالد، يعني ما تنجمش تحدد غدوه شنو تنجم تكون النتيجه نتاع المقابل. خالد ما عجبكش الكلام. لا حسيته سامي كلي ماتش صحيح ربحوه وفاو معناه ويستناو في السكور قداش هو معناه. خذ شيء من الكلام. هو يحكي لك على السكور قداش معناه. ترجي بنبلة ولا حومة السوق ولا مع شكون يلعب في بيت. شوفوا ما نحترموا نحترموا لا لا بنبلة وحومة السوق. لا لا نحترموا جمعيات لا ما فما جمعيات لا نحترموا لو نحترموا لا جد في بيروت صعيبة الكلوب افريكان. لا لا فما حاجة يا سامي نقول لك حاجة، مرة نلعبوا كلوب اسبيرونس وقتها نحن ربحنا الاسبيرونس في الروتور خمسة في اللالي نتاع الماتش الجاي هذا الخمسة واحد بعد الخمسة واحد الاسبيرونس تلعب مع غورماهية فينال في غورماهية خسرت كنت غورماهية بعد غورماهية باش يجيو ماتشهم معنا نحن. هاي خويا نحن خرجنا في اللي شاف ما وش تصب كلي فافوري ونتفزعك وسامي وداخلين بالله العظيم شدونا ميتون وقت توني باش نذاكر راني فيهم الكوره ما مسيناهاش راهو عملوا لنا ميتون وقتاش عامل توني باتشنيزيك؟ علاش قلت لك الذكاء نتاع لونترونور؟ توني باتشنيزيك وقتاش عامل؟ يلعب 4 6 0 4 بغير اتاكون، شكون حاط اتاكون؟ حاط طارق ذياب في البونتا. وقت اللي اتاكون الوهمي ذاك تسمى كيف يعرف جوارديولا يرجع للميليو تيرا اي جوارديولا اتاكون الوهمي في الكوره انا ماني اتاكون نخزر هكا دخلنا الفيستير لسه يقول لك سامي ساعه فما دي جوار في الماتش جوار ميكرو خالد يفهم اللعبه لا لا يلزم كي يدخل الفيستير فاهم اللعبه وكي يحكي مع اصحابه لازم يفهموه. علاش نقول لك ديما فما ليدور في جمعي دخلت انا قلت له شحات انت عندك ادفرسير ديريكت قدامك؟ قال لي ما عندي حد يدخل الوسط برقيه شكون عندك؟ لطفي قلت له كي طارق ياخذ الكوره ما جاش خذ الكوره اطلع اطلع معاه باش دوزيام ميتون عرفنا كيفاش معناها نكونتروهم فهمت كيفاش؟ قبل كانت الكلوب وليسبيرونس كل ربع ساعة ايكيليبري ما تعرفش تون فور تون فيبر عند هذا كل ربع ساعة خايب من ساعة اليوم انت اللي تحكي فيه نحن في سيتياسيون صعيبة هذيك اللي نحكي فيها انا سيتياسيون صعيبة على الاخر على الاخر ميت بقينا الحاجة الله اعلم لا لا في الكورة ديما
كنت نتفرج في نيوكاسل وايفرتون سنين بلاش ضربتها حتى الواحد مهبول تقول لك ايفرتون تربح نيوكاسل ريتها وين دونك اليوم في الكوره ما عادش فما ريزولتا دافونس نمشي معاك فما حاجه اخرى زاد سامي بالكورونا ما فما الجمهور يكون الطرح اقل موتيفاسيون برشا 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 نقص انا خلي قلت لك حبيت انا كان جا غدوه الجمهور نجم يكون اي ريزلتا قلت لك سيتا ماتش فو ما تنجمش تعرف ريزلتا قلت لك نجم كليب افريكان تربح نجم نهبطوا اومبيز نجم نهبطوا كذا نجم قلت انت قلت اي ريزلتا سيتا ماتش كليب افريكان اي تنجم تربح تشد 4-5 واحد نجم تربح كما قلت انت نجم تقبل سامي فقد شويه الدربي النكهه نتاعو ما عادش نحكي برشا على الدربي تقريبا من ستين سنين تحنا اليوم نلقحوا على الدربي قبل بنهايه من ستين سنين قبل بجمعه قبل بشهر العباد تحكي على الدربي اليوم ما عادش فما كل جول نتاع قبل فوتبول تونيزيان ولا الكل ضاع ضاع كيفاش ضاع الريتم اللي ماشيين به الجمعيات تم ريتم تاع جمعيات الريتم اللي ماشيين به هذا هو هذا يتسمى عصر حمدي المتب بصراحه معناتها باش نحكيو بالكوره باش نحكيو بالفلوس باش نحكيو بالاداره باش نحكيو نجم نغطيو عيون عين الشمس بغربان لكن ما نجموش نقولوا لا ما ثماش شمس هذا عصر الفلوس في الكوره هكا ولا خالد وعصر النظام وعصر الاداره وعصر الجوارات وتنجم تجيب ملاعبي وما تنجمش تجيب ملاعبي والفالور هذه جمعيات الكل بصراحه في الريتم نتاع الكورس الناس تجري بفراري والناس تجري بسونسيس مثلا في الريتم نتاع الفلوس وفي الريتم نتاع الاداره وفي التحرك نتاع الاداره وحمد المدب الوحيد تو في تونس اللي الجمعيه نتاعو ما عنديش ديون اللي الجمعيه نتاعو عنده 10 سنين راه يخدم مكه ولا مكه شيء الجمعيه نتاعو في كل بوست يلقى روحه ناقص يمشي يجيب البوست يجيب الملاعب هذاك يتبع في الجمعيه نتاعو ومنظم فلوس منظم اداره منظم كل شيء هذا الكل يجيب التتروات الريتم لون نتاع الجمعيات الاخرى الريتم لون الجمعيات الصغيره الكل راهو نحكي معاك ولاو كلهم مديونين ولاو كلهم ما عندهمش فلوس ولا حتى في الريكريتمون نتاعهم حتى كي تشوف الجوارات اللي يجيبوا فيهم ماهمش جوارات معناتها بالله وسامي في حكايه مديونين سامعيش قص عليك شوف معليش يا سامي لو سيستيم تي راهو غلط انت تعرف حاجه في تونس عاملين الاحتراف ما عندكش الحق تبيع مريول الكوره نتاعك ما عندكش الحق تعمل ريستورون ما عندكش الحق ما عندكش حق تبيع مريول الكوره نتاعك ما عندكش الحق في بالك في القانون ما عندكش الحق جمعيه لا 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 يلزم تبيعه لواحد ولا تعطيه الاكسكلوزيفيتي وهو يبيع. لا. لا عايش خويا شوف القانون. يا ولدي ماشي تبيع. عايش خويا لا لا جمعيات كل لوتين نتاع ليسبيرونس ما عندهاش حق تستغلوا ليسبيرونس تكري الوحده نتاع السياحه انا نقول لك عاد هذا القانون اللي ماشي اليوم حتى العبد العاقل جيت ما ينجمش انفستي في الكوره. ما تنجمش اليوم في الخارج. الغرام هو تو. لا لا مش غرام الناس تسوي في فلوس لا غرام لا شيء فما عباد يا سامي ناس جايه ماخذه نيوكاسل. وناس جايه من برا اي ذاك ذاك ينفستيو في الكوره ذاك خالد في الميكرو ينفستيو في الفلوس ناس تصور في الفلوس احنا في تونس اليوم بالله سامحني توك الله يعاونهم رؤساء الجمعيات انا كيفاش عايشين ما فهمتش توا اليوم انا عندي نخلص في الشهر في 400-500 مليون باهي عندي دو ماتش ادوميسيل وزوز الاكستيريور باش نخلص جواريتي يلزم التذكره نتاع الستاد ما اقلش من 40 دينار اسكو سميك يخول التونسي باش يمشي للصاد ب 40 دينار؟ ما يخولوش وانا كي ما تبداش تسكره ب 40 دينار اليوم انت كي متعهد حفلات جيب الله يعني فما مداخيل اخرى نتاع 6 اشهر نتاع مداخيل هذوك ما يعيشوكش يا اخي راهو ما يعيشوكش راهو يعيش خويا راهو البر يجي نقول لك عيش خويا فما حاجات زاد نحن يلزمنا تو اليوم نفهموهم علاش نحن علاش قلت لك نحن ناخذوا من الاوروب كانك الكفران ها ورقد خالد نسمعوا بهم لعبوا يا سامي خالد خالد خلنا نحكيو كما قال لك الجمعيات تاع كوره يلزمها فلوس باهي انا باش نجاري بالفلوس اللي عندي باش نجاري جمعيتي بالمداخيل نتاعي كل واحد يعرف المداخيل نتاعو المداخيل نتاع الكره التونسيه في الميكرو سامي المداخيل نتاع الكره عندكم مشكله مع الميكرو هذا اليوم الزوز. المداخيل نتاع الكره التونسيه ما تنجمش تخلص لك الجوار مليون ولا زملين في الشهر باش تجاري الجمعيات البرة وباش تجاري هذا موضوع كبير موضوع كبير خلينا نكملك عاد انا الوحيد اللي نجم يجاري في الفلوس ب 100 مليون شهريه الملاعبي ولا ب 70 مليون وباش يجيب لك جوار ب 130 مليون الشهر وب 2 مليار العام ويحط لك 10 جوارات ولا 15 جوار الوحيد توا اللي قاعد يصرف بغرام بغرام ما نقولش انا بغرام كبير برشا هو حمدي المد يا خاطر يعرفوا يشريوا ويبيعوا في جوارات انت كي تبيع انت ويعرف يشري ويعرف يبيع ويعرف كذا اما الوحيد في تونس هو اللي ناجح ليكزومبل الناجح يا مول نحن كي دخلنا في الكوره قعدنا نحكيوا في الكوره من حاجات اللي هلك الكوره في تونس تو ساعه ساعه تفرج في ماتش كوره مش علامه انا ولا سامي بتاع كوره مي كي تشوف النيفو توا راهو طايح بطريقه غريبه راهو
راهو ما تراش على الاخر راهو ما تراش ما تراش تريونغيلاسيون ما تراش. انا والله مش نحكم على الكوره توا، قبل نحن كنا نترناو 4 مرات في الجمعه. لاليمونتاسيون مش كيما توا، مش كيما قبل، مش كيما توا. توا 7 أيام 7 في الجمعه يترناو بريباراتور فيزيك وامور نتاع ريكوبيراسيون وبرشا حاجات. مي الكوره ساعات كي تتفرج في ماتش كوره والله راسك يوجع.